عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. إذن مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام بكل مكان، نجدد بكم الانطلاق حيث التحدي والإثارة، حيث الانطلاق المميز، الشوط 21 بتعداد أشواطنا في صباح هذا اليوم مباشرة، حيث المركز الأول عبد الله بن سعيد بن سالم الوهيبي مقدما لنا شاهين، المركز الثاني حيث التسلل والوصول وصل سلطان بن علي بن سويدان العمري مقدما لهملول، المركز الثالث وصل لياتينا هنا هملول وسيف بن سعيد بن حمد اليحافي مقدما لهملول ليغير على الصدارة والمركز الأول بكل جدارة وإثارة. لاحظ التسلل، لاحظ الوصول والتحرك، ليشاهد خالد بن صالح بن مبارك الحبسي مقدما لنا شعارة على المركز الثاني، مطر بن سالم الجنوبي على المركز الثاني، المركز الثالث حيث التسلل، حيث الوصول، علي بن باسم مقدما لنا شعاره، جرناس على المركز الثالث، المركز الرابع، لاحظ التسلل من ياسر بن خادم بن سعيد الزرعي مقدما لنا نجده، المركز الخامس حيث الوصول من حسين بن علي بن عبد الله المسكري ومناور، لكن العوده مع المركز الأول، العودة مع الصدارة، العودة بكل إثارة وجدارة، ليأتينا على المركز الأول، ليأتينا على الصدارة الأولى مقدما للشعار مطر بن سالم بن راشد الجنوبي وسلالة شاهين، وسلالة شاهين، الدم الشاهيني، الدم الشاهيني اللي ما يخيب الظن، المركز الثاني، الله الله يا هو زحف، يا هو زحف، حسين بن علي بن عبد الله المسكري قادما يقدم لنا مناور، لاحظ وارصد للي واصل، اللي حامل رقم خمسة محمد بن عييل الحرسوسي مقدما ايضا شاهين، ولكن خلونا مع الجنوبي، خلونا مع الجنوبي اللي يرقص طرب على المركز الاول على الصدارة الاولى مقدما لنا شعار، مقدما لنا الدم الشاهيني، ليأتينا مطر بن سالم بن راشد الجنوبي، سق الله دارك، سق الله دارك يا الجنوبي على هذا الفوز والانتصار المستحق. سلام سلام سلام، تحية واحترام مطر بن سالم بن راشد الجنوبي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل حسين بن علي بن عبد الله المسكري مقدما لمناور، المركز الثالث الوصول من سعيد بن عييل بن معيقيل الحرسوسي مقدما لشاهين، هكذا الثلاثة المراكز المنطلقة المتنافسة. إذا تهانينا والناموس لمالك شاهين مطر بن سالم بن راشد الجنوبي، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. التوقيت الزمني 2:56، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار المستحق.